كما ذكرنا السيد رائد الخضر معنا في هذه الفقرة للتحدث عن التفاصيل في الأسواق العالمية. رائد، يعني دعنا نبدأ من الاقتصادات الآسيوية، الصين واليابان. كما ذكر التقرير سابقا أو الخبر سابقا عن موضوع الأرقام في اليابان، انكماش رغم أنه هذا الانكماش يعني جاء متوافقا مع التوقعات وتم تعديل القراءة. وأيضا في الصين كان هناك البيانات بالنسبة للأرقام الفائض الذي جاء يعني أحسن من التوقعات، رغم أنه كان يعني لا يزال هناك بعض التراجعات في الصادرات اليابانية. كيف تقرأ الاقتصادات هذه الصورة في هذه الفترة؟ تماما، يعني إذا بننظر للبيانات الآسيوية، خليني أبدأ من الشق الثاني من الموضوع اللي طرحتيه اللي هي الصين، اللي صدرت بياناتها بالويكند تقريبا وأظهرت أنه في عندي الصادرات يعني أكثر من الواردات، ولكن بالمقارنة الصادرات مع العام الماضي فنحن ننخفض بحوالي 3% أو تنكمش الصادرات بحوالي 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك الواردات تنخفض بشكل كبير جدا، وهي دليل على أنه الاستهلاك المحلي متراجع وبشكل حاد، وبالتالي عملية الفائض التي شاهدناها في الميزان التجاري هي عملية تظهر وتؤكد أنه الاقتصاد الصيني لا يزال تحت الضغط وتحت الأزمة. ولكن على صعيد آخر هناك توجه لمزيد من الإنتاج. منين جبنا هذه المعلومة؟ جبناها من ارتفاع طلب على النفط عند أعلى مستوياته من الصين، وهي أكبر مستورد للصين للنفط في العالم بحوالي 11.3 مليون برميل يوميا. إذن يتم الإنتاج حاليا ويتم العودة إلى الإنتاج، ويوجد طلبات للمصانع في الفترة القادمة، وبالتالي هذا سوف يضمن نوعا ما عودة سريعة للتعافي الاقتصادي للاقتصاد الصيني خلال الفترة القادمة، لأنه يعني طلب الوقود والطلب على يعني سوف يشجع المصانع أو المصانع أوردي عندها طلبات وسوف تقوم بالتوظيف، وهنا تشجع الداخل على الاستهلاك. هي الأزمة الحقيقية بالنسبة للاقتصاد الصيني والاقتصاد الياباني كذلك. نعم. الأمر الذي يعاني من الإنفاق الداخلي المتراجع والاستهلاك المتدني، وفي ظل وجود برامج تيسيريات ضخمة جدا من اليابان، أعتقد الانكماش الذي نشهده حاليا وضعه سيء وصعب جدا بالنسبة لليابان على وجه التحديد، لأنها تعاني من ضعف الطلب الداخلي ولن يتحفز بالشكل الكافي في ظل وجود أزمة كورونا حاليا. نعم رائد، كان هناك بعض التقارير التي تقول انه الصين تستورد يعني النفط طبعا يعني للتصنيع وطلبات المصانع، ولكن ايضا بدافع التخزين. يعني هذه الاخبار تداولتها بعض التقارير مع طبعا تمديد اتفاق خفض الانتاج ليشمل شهر يوليو بنفس المستويات التي تم تخفيضها في الشهرين الماضيين او هذا الشهر الشهر الماضي. طبعا تعافت أسواق النفط بشكل كبير، الارتفاعات مستمرة على خام برنت، نتكلم عن أكثر من 1% وعند قرابة 43 دولار، يعني يقترب منها سعر البرميل. والخام الأمريكي يعني بات قريبا جدا من مستويات 40 دولار، نتكلم عن 18 نقطة مئوية يضيفها الخام الأمريكي الخفيف. طبعا بالإضافة إلى التخفيضات في الإنتاج ويعني التراجع في المعروض بطبيعة الحال، أيضا يأتي الارتفاع في الطلب على النفط مع عودة الكثير من الاقتصادات إلى العمل. وكما ذكر السيد رائد الخضر قبل قليل، يعني مع عودة المصانع في الصين للعمل واستيراد النفط بشكل كبير. رائد، يعني كنا نتكلم عن هذه العودة في الطلب الصيني على النفط، إلى أي مدى ستستمر هذه الارتفاعات على أسعار النفط، أم أن هذه الارتفاعات لحظية في هذه الفترة؟ يعني تمام، مثل ما تفضلتي، الاستغلال التجار الصينيين لأسعار النفط المتراجعة أو يعني سواء كان للتخزين أو للطلب الفعلي من المصانع هو بمثابة إشارة إيجابية، ولكن اللي ساهم حقيقة بدعم واستقرار ودفع أسعار النفط للارتفاع هو اتفاق أوبك بلس وسحب حوالي 10% إضافية من المعروض النفطي
العالمي والتخفيض تمديد التخفيض ب 9.8 مليون برميل يوميا. هذا حقيقة عالج بشكل حقيقي فائض المخزون الكبير في ظل أزمة كورونا. ومع تفاؤلنا بفتح الاقتصادات العالمية تدعم ذلك أسعار النفط. النفط طالما تمكن WTI من اختراق حاجز $40 للبرميل والاستقرار فوق هذا في ظل استمرار الأزمة أستاذ، يعني أنه لا تزال الأزمة موجودة والآمال طبعا الأسواق أن تسعر مستقبلا، المستثمرين يسعرون الأحداث المستقبلية وليس الراهنة فقط، بالتالي يوجد إيجابية كبيرة بالفترة القادمة، وهذه الإيجابية ستدعم بلا شك أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات في ظل احتمالية انخفاض في قيمة العملة المسعرة للنفط وهي الدولار الأمريكي بفضل برامج التيسير النقدية التي يعد الفيدرالي باتباعها بشكل موسع أكثر في الفترة القادمة. يعني وهذا ما يدفعنا للتكلم عن الذهب، يعني مع هذا التراجع النسبي على الدولار الأمريكي ربما هذا يدعم الذهب قليلا اليوم ويعود ليرتفع، ولكنه لا يزال بعيدا عن مستويات $1,700 التي كان قد اخترقها في الأسبوع الماضي. هل سيخترق هذه المستويات هذا الأسبوع إذا ما استمرت الضغوط على الدولار الأمريكي؟ فنيا وإحصائيا كانتشار سعري لأسعار الذهب لم تخرج أسعار الذهب حتى الآن على المدى الطويل عن الاتجاه الرافع الصاعد ولم ينقلب الاتجاه هابط.